في ظلال السيرة. ماذا رأى صلى الله عليه وسلم بعد السماء السابعة؟ يصعد عليه السلام إلى مكان لا يمكنه وصفه، فيأخذه جمال لا يقدر على التعبير عن مشاعره أمامه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. يرى شجرة من الجمال المبهر هائلة تخلب الألباب، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها، اسمها سدرة المنتهى. يغشاها ما يغشى فتتغير ألوانها تغيرا يأخذ بلبه ومشاعره، فيقول: ذهب بي، أي جبريل، إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فيا ترى كيف هي الجنة؟ إنه صلى الله عليه وسلم في الطريق إليها. ها هي أنوارها، ها هي أشجارها وأزهارها، لا نهاية لألوانها وعبقها. ها هي قصورها التي لم تبن من الطين أو الإسمنت، بل من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ أو ما شاء الله من أحجار الجنة الكريمة. ها هي ميادينها وساحاتها، ها هي مساحاتها الغناء بكل الألوان والعطور. لا تحتاج لعبورها إلى هوية أو جواز سفر، ولا يمنعك أحد من السفر في سحرها أو يمن عليك بأمتار منها، رغم أن كل متر منها كنز من الجمال والثراء، كنز يقول عنه صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ها هي طرقاتها التي لم تشق عبر التراب أو تعبد بالإسفلت، طرقات منقوشة بالجواهر والأحجار الكريمة، تسحر الماشي ألوانها وطريقة رسمها، تنطلق التأوهات ويسرح الخيال ويبعد، لكنه مهما أبعد يظل دون ملامسة بداياتها وأدنى منازلها. يقول صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، أنهارها وبحارها لا تعرف التلوث أو الملوحة أو التغير، وقيعانها لم تعد من الطين والطمي، فحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. سار صلى الله عليه وسلم وسار، فرأى القصور والأنهار، رأى نهرا عذبا جوانبه لم ترصع بالدر، بل هي من الدر. أما عبير مائه فيقول عنه صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه مسك أذفر. ترى
هل شاهد قصر خديجة فاشتعل شوقه للبقاء في الجنة؟ الجنة حيث سافرت خديجة وسمية وياسر، الجنة حيث الأماكن التي لا تستطيع الأرض منحنا إياها، والفرح الذي لا تتسع له الأرض، والوجوه التي نشتاقها. الجنة حيث نهايات الحدود وبدايات إشراق الوعود، الجنة حيث وداع المعاناة، الجنة زمن الحصول على الحريات، فلا قمع ولا سياج ولا سجون ولا خوف من القادم والمجهول. الجنة موت المحرمات وموت الممنوعات وموت السلطات، الجنة موت الملل والتعب، موت اليأس، الجنة موت الموت. غادرها عليه السلام لكنه أبقى قلبه معلقا بها، وارتقى في عالم نوراني مهيب، وهناك التفت إلى صاحبه جبريل، فرأى جبريل قد تغير. في ظلال السيرة.